صباح الخير زميلي قمر الدين، صباح الخير مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نتواجد الآن في مصلحة طب الأطفال بمستشفى لامين دباغين، أين يتواجد هنا وفد وزاري، وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وكذا والي العاصمة السيد زوخ. إذن كما ترون هنا قاموا بزيارة الأطفال من هنا من مستشفى محمد لامين دباغين. إذا نترككم مع هذه الصور. صباح الخير معالي وزير الداخلية، صباح الخير سيد. كل عام وأنت بألف خير. معنا في هذا المباشر مباشر الشروق اليوم في صبيحة العيد، ارتأيتم أن تزوروا مصلحة طب الأطفال هنا بمستشفى محمد لامين دباغين؟ نعم، أولا عيدكم مبارك، عيد مبارك على كل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية. نعتقد باللي هذا واجب من أضعف الإيمان أننا نقف وقفة مع الأطفال المرضى وذويهم في هذا اليوم، اليوم العيد المبارك. نطمئن على صحتهم ونتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير سيدي الوالي. كذلك وزيرة التضامن هنا أيضا مع وزير الداخلية السيد بدوي هنا يتواجد معنا. نترككم مع هذه الصور زميلي سيف الدين، ننقل هذه الصور للمشاهد الكريم لكي يرى هذه المبادرة التي يقوم بها الوفد الوزاري. الحمد لله ما كانش هكا، ما كانش هكا. Il était déshydraté. Oui. Parce qu'il a fait de la fièvre. Voilà, il faisait de la fièvre, il avait des écoulements. Voilà. D'accord. Mais maintenant il va bien. Très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je vais aller. إذن كانت هذه زيارة لوزير الصحة، كذلك والي ولاية الجزائر، كذلك وزير الداخلية. كانت هذه الزيارة لمصلحة طب الأطفال بمحمد لامين دباغين. كانت معكم منيا قاسمي، قناة الشروق نيوز. عودة إليكم زميلي قمر الدين.